المياه يمثل أهم الملفات الشائكة والتي تنتظر المشاورات بين العراق وتركيا من أجل وضع حد نهائي لحصة العراق التي تتعرض بين فترة وأخرى إلى ضغط التقليل من قبل أنقرة. الوفد العراقي الذي يزور أنقرة سيكرس مساحة واسعة من المشاورات حول ملف المياه. ملف المياه وضمان الحصص المائية على جدول أعمال زيارة الوفد العراقي إلى تركيا تطلعات عراقية لتفعيل أو إبرام اتفاقيات دائمة لضمان الإطلاقات المائية الكافية باتجاه النهرين وعدم الاكتفاء بحصاد مياه الأمطار والسيول الداخلية لتأمين متطلبات البلاد من المياه. السيد الوزير وأيضا رئاسة الجمهورية حريصة على أنه يضمن العراق الحصص المائية من خلال التوصل إلى اتفاق طويل الأمد ما بين العراق وتركيا فيما يخص حقيقة نهري دجلة والفرات، وهذا الموضوع حقيقة من ضمن الأولويات التي أعدت لهذه الزيارة وإن شاء الله نحصل على نتائج إيجابية. ولم تكتفي وزارة الموارد المائية بمبادرة الجانب التركي تأجيل ملء سد أليسو، وإنما تعمل لرسم تفاصيل فنية مشتركة لضمان تدفق الإطلاقات المائية للبلاد بانتظام لتفادي شحة مائية بدأت بالتلاشي عبر موسم وفير بالأمطار ومرونة تركية في مسألة إطلاق المياه. وزارة الموارد المائية تعمل بأكثر من اتجاه في سبيل ضمان الاستغلال الأمثل للمياه، سواء المياه اللي واردة من خارج الحدود أو من خلال استغلال مياه الأمطار ومياه السيول أيضا اللي ترد إلى العراق. المشكلات الداخلية والتجاوزات على الحصص المائية ربما بدأت تقل حدة بعد ارتفاع الخزين المائي في السدود والبحيرات إلى قرابة 5 مليارات متر مكعب فضلا عن إغمار 57% من الأهوار في موسم يرجح أن تتصاعد فيه حظوظ الخزين المائي إلى مستويات أعلى. الإغمار حاليا 57%، هذه من المساحة الكلية للأهوار. الأهوار ضمن خططنا المستقبلية لها مشاريع تنموية كثيرة إضافة إلى المشاريع التنظيمية للمياه. ومع ارتفاع حجم الخزين المائي في البلاد يتطلع العراق لإبرام اتفاقية تنظيمية دائمة مع تركيا خلال زيارة الوفد العراقي لضمان الإطلاقات المائية الكافية وتقاسم المياه مع دول الجوار. من بغداد سجاد الموسوي، العراقية، IMN.